الماشي يا هلا شاهي الماشي وين وين تفضل الله يبقيك الله يبقيكم هلا هلا الله يبقيكم الله يطول عمرك عدوك يسب الحلا انت مشاحتك الله يطول لي عمرك يا هلا الله حي الله حيهم كيف الحال تفضلوا يا اخواني سم الله يبقيك نتبرك هناك لا لا نتبرك هناك دقيقه دقيقه هلا ابو علي الله يحييك كيف الحال كيف الحال كيف طيب سلطان الشاهي طف عليه مهم 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 وجودك انت تفضلوا يا اخوان تفضلوا ما شاء الله اي تفضلوا مع الهواء الطلق مع الجو النسناس ذا البراد حلو والله هلا هلا يلا حبيبي كيف الحال شلونك كيف طيب هلا هذه المعنوية هلا الله يبقيكم الله يبقيكم الله حيهم هلا مرحبا هلا والله مرحبا شلونك طيبك الله يطول نحمد الله ونشكر كيف الحال عساك طيب الله حيهم هلا هلا الله يحفظك ما شاء الله وجهك اليوم زايم ما شاء الله هلا عليان الشيخ شلونك مساك طيب هلا هزاع كيف الحال مساك طيب ما شاء الله عندك الله يهزاك الله يهزاك الله يهزاك هلا هلا يلا حي رجال شلونكم يا كنترول بالله الشارة الشارة دائما سكريبتها الافضل دائما سكريبتها الافضل عادي يا اخي عادي عادي يلا حي رجال شلونكم؟ ودكم تجلسون تريحون. نبي ناخذ ونعطي معكم شوي عليها الشحم. يا عمركم طوال. الله يبقيكم. سلطان شلونك؟ ولو الاسبوع ذا احس مره ويش؟ نازل الرتم. لا لا بالعكس. احنا في صعود ان شاء الله. ان شاء الله بس ما ادري احس مو مثل الاسبوع الاول متواجد وكذا. متواجد. اي تشوف. معلك من نقاد لا تسمع كلام. تفضل تفضل. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله مساكم جميعا اهلا اهلا وسهلا حياك الله تفضل طال عمرك تفضل الله يحييك اسعد الله مساكم جميعا كاميرتي وين يا كنترول يمين يسار وراء يسار سلام اسعد الله مساكم بكل خير اليوم سكريبت او اوف البزنس ثلاثة البزنس لا تلوموني يعني البزنس 20 فيها اشخاص خذوا على فكرة انت مدري اني باجي منا لا صح شفت لا اله الا الله انا وش اللي قايل لكم الاسبوع الماضي توقعوا منين اطلع لك من السطح المرة الجاية كذا توقع والله العظيم يعني ها ليه صعب لا لا صدقني لا لا صدقني اليوم سكريبت 20 سلموا بعض الأشخاص أوه البزنس 20 البزنس 20 يا جماعة يا جماعة اشتقنا يا جماعة البزنس 20 فيها أشخاص حصلوا على متاجر حصلوا على منتجات أراضي تعجبني وبندر الله يسعدك الله يسعدك بناخذ ونعطي معكم ايوه يا سلطان انت من الاشخاص اللي اتوقع الاسبوع هذا خذا منتج صح طيب وين التسويق في كل محل وفي كل مكان انا ما شفت انا ما شفت الصراحه والله ما شفت سوقنا في فقرات الرسميه حلو وسوقنا في اللوكيشنات حتى المسجد سوقنا في الفقرات حتى بالمسجد قاعد عم نكبر سوقنا لا 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 حبت لا حبت لا زال سلطان ياخذ الدنيا قبل ننسى اعزائنا المشاهدين والجمهور سحب نقاط على هاشتاج البزنس 20 كويس اني جبت المره هذه صح كويس نهايه الفقره
300 نقطة ودي اهديها لواحد 300 كاملة، ودي اقسمها. الا قسمها يا ابو الناس. تستاهلون كلكم تستاهلون، لكن الامر عند الله ثم عند الجمهور، تفاعلهم على الهاشتاج وان شاء الله هم قصر معكم. مازن وحبيبي مازن تفضل تفضل يا حبيبي تعال. شلونك يا مازن؟ الله يطول عمرك. هذا صاحب البراند، هذا اللي شفناه يسوق لمنتجاته و... الله يجزاك خير. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزاك خير ويرحم والديك. عجبتني يا مازن الصراحه، ما شاء الله شرفني. وين متجر؟ كنت لك متجر؟ اي هنا طال عمرك. اي تفضل. الشيوخ تسمحون لنا شوي؟ يمين ولا يسار ولا؟ شوي 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 هزاع شوي شوي. انت برايم الاسبوع الماضي؟ الله يعين الله يعين. وين رخصتك؟ رخصتي موجوده طال عمرك زي ما انت شايف. شو تقول يا سلطان؟ ترى انا اسمع لا يغرك للفيز. حلو كويس. وين طفيت الحريق؟ كانت موجوده. كانت عز الله انها كانت موجوده واخذت. والله اشهد لي يشهد لي يا انس. والله اشهد. ها طيب ابو نحله موجود امس طفيت الحريق دقت علي. لا طفيت الحريق. اي طفيت الحريق دقت علي. طيب كانت موجوده. طيب ادوات السلامه؟ وش ادوات السلامه؟ ادوات الطبيه. الطبيه إيه الطبيه يعني ممكن عميل عندك او زبون او موظف عندك يجرح ينجرح يجرح زبون كذا انا ما يصير يعني اجرحه بالحتي. اي تفضل. ها اجرحه بالحتي؟ لا ما تجي لا كذا يعني ما عندنا شيء. بالعكس احنا اصلا اسعارنا اصلا اسعار البراند اصلا لو بك جرح يطيب جرحك. يوم شميت العطر جبته بسياسه يا عيال. ما يا حبيبي يا حبيبي يا مازن بس تصدق مع الكلام الجميل هذا والتسويق الحلو ايه؟ مخالفه؟ لا والله. ايوه حتى انا معطي نفسي اليوم اجازه اليوم ما فتحت المحل. لا 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 الاخلاق لكن لا لا غديك. ادوات السلامه ضروريه. انت ولا السلامه؟ لا يا اخوي سلامه من سلامه. لا لا لا, لا, لا ما من سلامه. لا الله يطول عمرك. لا لا صدق. لا لا كم علي هذه؟ ما ادري والله. انت ما تعرفون خصم خفي؟ ما تعرفونه؟ المدسوس الخفي. لا الخفي في خصم خفي وليس المدسوس. اول شيء حبيبي انت اسبوع وتنزل كما تسابق ما ادري شيخ تدري ولا ما تدري؟ مستوعب انت؟ انت ما ادري نكمل ما تكمل تدري انت تدري؟ احنا ما ادري احنا ولا ما ادري احنا ما ادري وانت ما تدرون هم ما يدرون كلنا ما ادري. قاسم على مازن. لا اسمع اسمع الله يرضى لي عليك. عليك الطفايه الطفايه كانت بهب هذا مشوي مو مشوي شافها راحت الهرجين ومشيت. يوم الافتتاح امس كانت موجوده خبرها انا. من اللي خذاها؟ والله ما ادري من اللي خذاها. هجر خلاص شريك معك مازن في الخصم. من؟ لا 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 ما له شراكه. ابو مناحي لا لا والله انا موجوده طفايه انا موجوده موجوده لكن اين هي حينما اجيت ادور لها؟ حنا يا ابو مناحي يمكن جاءوا العماله. طيب جاءوا ونظفوا وكذا. انت يا صاحب المتجر ليه ما تلاحظ متجرك؟ انا تشيك عليه. انا قفلت رحت نمت. هذه المشكله يا مازن. احنا المال السائب يعرض صاحبه للسرقه صح ولا؟ خصم على مازن. لا يا شيخ خلاص ابراء. والله والله يكفي. اسمع انا مخصوم علي بعد 4000 نقطه يا حبيبي. اي أيوة والله اللهم صل عليه وسلم. ودخلوا العظام ومحهم لا 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 يبي يجرون محلي. لا 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 هذا في يعني هذا بتعلم الدار الشغل. ها لا دخلوا اليوم كلهم خذوها لا يضربونه. لا 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 من اللي تعرف جاي يشيك جاي يشوف. طيب يشيك لا ما يشيك على محل ما. لا 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 ما الحين علي الشبراني الإدارة مصدوقة. الإدارة مصدوقة بس اسمع خليني اهدك. حتى في الكذب مصدوقة. ها حتى في الكذب مصدوقة. ما تكذب الإدارة يا ابن الحلال. شوف العين. تظلمك الإدارة يا باسم. شلون تظلمك الإدارة؟ حط ظلم ما له دخل. الخطأ غير الظلم. خلاص الخطأ غير الظلم. بس انا اللي ما يظلم ما يخطي. شلون الملحي؟ لا 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 الخطأ واضح. لا لا سواسية عندنا. لا الظلم هذا عمد تعمد الخطأ. الظلم تعمد الخطأ. أقول عماد خلوا اليوم اسألهم كل ايه؟ حد خذها. أنا ما أقول إدارة. أقول أنت الحين إذا استأجرت بيت يجي حد يدخل من عقبك ولا هم خلاص تبعك؟ سم كلامه في الفايت
ايه مقصنه في العقل. طيب خصم وحصل غيره الله يرحم غير انا بوجهك عن هالخصم انك تفكك ما في وجه ما في ذا الكلام ده. هذا اليه برنامج وفقره رسميه بعدين ما شاء الله تبارك الله عطرك حلو صراحه الله يحلي ايامك والظاهر اني عرفت انت ها إيه؟ براندي خصم لا والله خصم. لا لا يا ابو خفي 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 انا ما اقدر اصرح بالخصم عشان سلطان ما يطيح علي منافسي. ابو مناحي خبرونا العيال شافوا امس افتتاح حبيبي سم انا ما علي منهم إيه؟ ما هو بقصور فيهم إيه؟ لكن انا سم مبلغكم الاسبوع الماضي باجي افتش باجي باجي والله انا كانت به والله انا ايش اسوي طيب انا ادري انها كانت به لكن يوم جيت انا هي ما في به ما في به هي واخذه من هي شرت به راحت به دخلت به المفروض اصلا يعوضونا بنقاط المفروض اصلا يعوضونا بنقاط يوم دخلوا محلي بدون علمي المفروض يجون يوعوننا انا اللي اسمح انت 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 انت, انت ايه؟ الموضوع اوه محمد بن ملحم ما سلم علينا ولا سلمنا عليه هلا حبيبي مساء الخير لا عشان حصلنا الاسبوع الماضي الاول ولا حول نردفها يا لسه 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 بدري ما حيح مساك طيب ترى ما عندي شيء تبي تخاشرني يا ابو طب الله ابو مناحي حب ما يسمع ابو مناحي لا لا طال عمرك الخاصه ما ابي اسلم من الخاصه المفروض افتحوا محل ياخذ نقاط منهم كلامنا في مازن ومتجره انتهى الخصم صدر وانتهى راس كالعوض راس كالعوض باذن الله مازن انا ودي ود ودي ودي اني ما خصم لكن اول جاي يوم بلغك الاسبوع الماضي لعل غيرك يسمع لعل غيرك يسمع شكو انا سلطان وش التسويق اللي تقول يا سلطان؟ شو التسويق؟ اي وش التسويق؟ شلون؟ تعال تعال بالله تعال عندي سلطان فضلا لا امرا تفضل كرما منك تفضل شد هذا ايش يسوي؟ الان شاد هذا اخر شيء كان يطالع لي وصله خلاص تمام بنزل العيد انا احداك العيد نزبل عليك يحتاج لها ضحك هذا العيد زين صراحه حلو كل يحب العيد حد خذ نفس عميق داخلك مشروع سوق لي مونتاجك مونتاجي مسوق نفسه طيب سوق يعني بس انا زبون اجلبني انا زبون اتابعك الان ابيك تجذبني مجرد انك تقول ساس العود هذا خلاص اكبر تسويق لانه مسوق نفسه في المحلات انا طيب سوق يعني اشوف الناس يشتروا منه هالمجالس يحبونه هالاعمال يحبونه وهل طيب عطني عروض كذا يعني حطيتها اجذب لك ايش يميزك عن بقايا العود؟ اذا زينت كل عنده عود وكل يبيع عود اذا خذيت من العود هذا تحس براحه نفسيه هذا اول شيء الله اكبر شوف مجري فيه استراري ارتاح نفسيا تفضل تفضل يا سلطان الله يرحم خير الجبوك تفضل تفضل هزاع حبيبي هزاع قايل لك شادي شلونك هزاع؟ ما قلت لك تعال انا اديك بس تفضل لو سمحت ارجع محلك لو سمحت كذا مرتاح انا وجودك كذا مرتاح مرتاح بس يا شباب بعيدا عن المتاجر والله العظيم اقولها صاد نصيحه لكم ما نبقى لكم تحت الهواء بقولها لكم الان يا جماعه ما ادري ايش فيكم الاسبوع ذا المعلويه عندكم شوي نازله ايش السالفه توكم بادين يا شباب انا هي لا انا ما ابيك تحت الهواء تحت الهواء ان شاء الله سوي اللي تسوي لكن انا ابيك امام الشاشه امام الكاميرا احضر احضر يا اخي بروح احنا ما شاء الله حاضرين سوالف 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 لا بمل المشاهد بمل انا كمقدم عندك انتم بينكم بين اصنعوا لكم فقره اصنعوا لكم فقره حركيه بندر ودي بس شوي تدري يا بندر انك ما شاء الله عليك ها الله يطول عمرك عمرك وعمر ما يسمع لا والله صدق بندر ما شاء الله عليه يا جماعه كتسويق كحضور والله ما شاء الله عليه الله يطول عمرك طبعا انا نسيت اعرف بنفسي وفقرتي لا يا جماعه لا ما احتاج كذا لا اتكلم على مسمى الفقره العميد محمد بن ناحي العمده ايش در طيب ايش دراك ايش دراك شلون عرفت اليوم لا اله الا الله طيب انا العمده لا ما ابي نعم انا يا جماعه ما وين الصفقه وين وين بسم الله بسم الله اي يا اخوي حمس اللي يجيكم خلوه يطلع ويقول يا ولد انا ودي اعود يا ولد اي ابي حماس صفقه 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 بس
يا حبيبي يا حب. اشكركم اشكركم على راسي كلكم من فوق. هزاع نبيه موظف البلدية يشرف على المحلات، يعني أن تسقط على لا موظف البلدية. لا هم قالوا بيجيهم بلدية هنا يطبوا عليكم ويحسبونكم من البلدية. أنت تبيني موظف بلدية؟ أكون موظف بلدية سم. والله ما أنا بتأكد بس أمانة إذا لا أعطني مرتبة حلوة. مرتبة حلوة هزاع. مسك بالخير الحين تعال يبيك. يقول انك مستثمر لك ارض وكذا، ويني؟ امشي هنا ورني اياها. لا ما فيها طفايه حريج، ما لها شغل. اي ما فيها، ما لها شغل. اسمعك انا، اسمعك انا. انا كان لي هنا ربع. تفضل. كم المساحه؟ 3 × 3. ها؟ 3 × 3. اشوف احسب ولا ما يحتاج؟ لا ما يحتاج. مرة. ترى لو اكتشفنا فيما بعد ان في شيء زايد مخالفه احسبها. ها؟ احسب. لا انا اللي حسب. ومن يحسب؟ لا احسب انت قدامي اشوف. لا لا خلاص 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 خلاص. وش تحسب كذا انت؟ كذا الطول والعرض. طيب يلا تعال تعال اول شيء خذ لي كذا. لا بجيه منه. شلون شلون تجيه؟ على الطرف الحديدة ولا على الطرف؟ يعني بالملي يعني؟ يلا 1 2 3 مزبور. وراك تسدع أبعيد. تفضل. 1 ايوه 2 مزبور. بس 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 خلاص. لا 3 سلطان يزكي انها 3. طيب الحين هذه لوحة. طيب لا الحين انا 4 5 6 هذا ترخيص. كويس لا تحسب. كويس كويس 1 2 3 4 اجمعها 4 لوحات ولد. ما هي بلوحات. مرشح بلديه انت. ايش وضعك؟ هذه اوراق. رشح الهزاع ابن ما اقرا زين. معيوض معيوض طبعا. اوكي معيوض الهزاع معيوض رشحوه. معيوض معيوض. لوحه لوحه لوحه. لا انا ايش سميتك انا؟ سميتك انا هزاع ايش؟ معيوض. لا انا ايش سميتك؟ وش سميت؟ ما ادري ايش قلت. صحيح لي انت هزاع معيوض انا. طيب انا بسميك هزاع عايض كذا اشتهيت كذا يا اخي هزاع. على كيفك. ليه؟ رفعت صوتي على محمد ابراهيم. 1 2 3 4 4 5 لا طيب هذه اوراق. لا 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 اللوحه واحده. خل الترخيص انا اتكلم. كم وجود لوحه؟ يا اخي اللوحه هذه تكفي. ولوحه البطل هذه اوراق تكفي. اوراق اللوحه واحده. طيب استانسين انتم. شوف 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 انت عندك لائحه. طيب ترشدك الى المخالفات اللي ترتكبها. لا ما لا ما اعطوك. ما اعطوني. لا والله. اي والله. انتم سمعتوا القانون لا يحمى. شوف القانون لا يحمى. كم عددكم انتم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. باسم تقول مقدم انت قبل اروح الحين. القانون لا يحمي المغفلين. إين حبيبي بالله يا جماعة. محمد بندر هذا فيتوري صوته يا جماعة بيجيب العيد فيني. الآن عنده لوحة لوحتين ثلاثة أربعة ورقة. الأوراق يا مسلم. لوحة هي علقت الجدار لوحة ورقة في الأرض معي. هذه ورقة على كيف من كيفي. طيب ارفع لصاحب القرار لا جاك ولا الله على جاك. لا لا ما لا 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 شخصا عندك. وش تبى تبى نشيلها شلتها حتى تشيل الجلسة كلها. لا بيا كنترول سجل معي بخصوص هزاع عنده كذا لوحة زايدة. يا أخوي مش وضعك أنت مخالفة. سال عنه بيقول بجي جنبك أنا. سجل معي مخالفة. لا والله مخالفة. 1 2 3 4 5 كم؟ 5. طيب لوحات يعني لو لها لوحة لوحتين مشيناها بس 5. ادروا ان دي جلسة هزاع. يا اخي انت تطلع على الكاميرا تطلع في الشاشه. انا وش هو تحط كذا مره وجهك وش هو الليل. ابراهيم ضبط الامور. خلي الامور تعبر.
ما ادري يعني من يمشي من فوق النظام ما ادري شو وضعه النظام يا حبيبي سجل عندك حزاع بعدين جلسه حلوه لا الصراحه خلاص خلاص ايه؟ خلاص سجل على المخالفه اللي هو كم خفي لا والله خفي ما يدري بل محمد عيسى ومحمد منصور طيب بشيل الاوراق قال بشيلها اذا وقع الفأس في الراس ما عاد ينفع خلاص هو بزيدها بشير خلاص اخسر خلاص خلاص اخسر يا كنترول اي لا لا خلاص 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 صفقوا يا مال غريبة مثل اخويكم صفقوا صفقوا يا مال غريبة فيه زميل لكم مريت عليه قبل اجي مسيك بالخير قال هلا هلا وينه ما جاء هي مناحي الاسلمي مناحي الاسلمي يا مناحي الاسلمي يا ما اللي يقول حلج مهذل تمشي البيض على شان لقينا يا حبيبي يا ابو مسلم لا بس عجبني حضورك في البرايم عجبني ثقتك وعجبني ما شاء الله تبارك الرحمن والله مو هو بسمع لك والله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن اتمنى لك ان شاء الله التوفيق لا انت ولا اخوانك المتسابقين كلهم واخويكم اللي ما حلها بالحظ انه يكمل نتمنى له التوفيق في مسيرته الاعلاميه القادمه والنجاح صفقه مبارك يستاهل الله يشافي والدته اي والله والدته بين الاجر والعافيه وشافي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين مناحي الاسلمي يا كنترول بحكم انه بزنس 20 ثانيه ما جاء ماني شغل ناديها ناديها ليه ناديها انت ليه والله يا اخي تاخذها لا ما لها علاقه يفزع لك ما لها علاقه خلاص عطى عشانهم اخوانه ويبون له 4 دقائق تكفي 4 لا اي من الان ما اللي خذ متاجر وكذا وين متجرك لا اللي خذ ايه اللي وين ما شاء الله هلا شلونك هلا مسك تو منورت القريه وجودك وجودك طيب كيف الحال شلونك يلا حيه كنت ضبط اموري عشان يضبط اموره خلوه يجلس بعدين نشوف ايش وضعه اول براند اول منتج تفضل اجيب شريك معي وازع اهلا فز يا لا اله الا الله ما ظلت تجي لا اله الا الله تي ما شاء الله الله يجزاك تعال تفضل احنا ترى سلطان كل لا تعال محمد اسدي منه سلطان كل اجري اقرا علي ترى اقرا عليك اي ربي لي متشالي ولا ما شاء الله عليه خصم ما شاء الله عليكم ومن تاجركم وين موجود وين عادي دعوة لا احنا متجر ما هو محل براند سبقت ولا سوقنا له طال عمرك في انت وازع انا والشيخ وازع شركاء طال عمرك وعندنا اليوم شريك الشاهد والله عندنا اليوم عمل ندش شيله بصوتي انا واخوي وازع ما شاء الله كلماتها اخونا سلطان ما شاء الله بندشنا اليوم يا اخوي ترى معك لاقط والقطاع يا اخوي اركض 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 طيب ما شفت انكم تحمسون المشاهد تحمسون العملاء انهم يجون والله سوقنا له في اكثر من مكان في فقرات رسميه في الريالتي واليوم ان شاء الله بندشن عمل وبنعلن اعلان كامل مده نص ساعه الى ساعه حلو الآن يا شباب متجر سيليا طال عمرك كود الخصم A20 حمد المسردي A21 وازع على هالشيء حلو كويس يا شباب الكنترول اللي ما له ما اسمع ركز خصم اللي ما له متجر لازم تشوف لي حل فيه ما يعجبني انا اللي يسوق كذا لازم
اوكي الشباب ترى اللي من الاسبوع القادم اللي بياخذ له منتج او بياخذ له تسويق او يا ناهل اسلمي مع مركزين انتم مركز انت 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 مركز شو اقسم بال انت عزوز انت انت ايه انت ايه معك معك بس عيونك كذا الله يا ابويا المهم يا ابويا قلعة من الان حاضركم يعلم غايبكم ما ظلمنا احنا الله ان شاء الله يودهم السلام يعديهم الخطر ان شاء الله امين اخوكم فارس واخوكم ركان السحلي اللي يحصل على منتج من الاسبوع القادم يشتغل على نفسه يشتغل على نفسه ترى اذكر في واحد غثيث اسمه محمد الناحي كان في سكريبت ونعمل والله ونعمل كان في سكريبت انتم عارفين سكريبت انهيش تمثيل ممتاز الان حمك الله اي هو ممتاز تفضلوا خلاص شكرا لازم تسمع العمل اليوم باذن الله لازم عطر ما ادري انك تسمع الشيله اليوم وترتيبات وجهي مو بعد تفضل استانس انت انا ما ودي اسمع علشان كلماتك يا اخي وين تفضل ابن صقر علشان البطاريه تفضل الله يبارك فيك علشان البطاريه تفضل امورك زينه مرحبا وسهلا السلام عليكم هو بعد صح أيه. عندك محمد المشردي عندك ابو مسفل عندك سلطان عندك احمد بندر هذا اللي انا اذكر انهم خذوا من اللي بعد عبد العزيز نواف والله ما شاء الله يا اخي عليكم والله ما شاء الله عليكم وش وش المنتج ما خش ما سلطان تبارك العود اشوفك ذا الاسبوع راكب اي فتح المجال طيب وش 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 نوع المنتج اللي تسوق له؟ شنو عود وش دخل هو تنشده هو راعي انا شريكه انت شريكه طيب انت شريكه على ابو هيت لا تو جتنا معلومات اليوم كامله بس ما بعد شرحها لا مشينا مشينا وياك وسولف روح شوف معلومات نجي لا لا نمشي نمشي نمشي, نمشي طيب عزله طيب عود شايف شو اسمه طيب وش يميز حبيبي اسلم مركز نعم فيده انت معي فيده اي اي طيب احكي لي عن الافت انا ولا العود انت تشتري لا العود العود لا العود العود والله فاخر من الاخر العود العود انت كذا كذا بس اي لا خليك كذا بس ما طالع علي سولف بس سوق اشوف انا يا ولد يا ولد رقص اساس العود اي انا بيفهم يا حبيبي شريك ما يعرف منت يسوق ولا يعرف منت دقيقه معلومات توجتنا اليوم ما عندنا معلومات الحين يا جماعه الابراهيم متى اليوم لا لا الابراهيم متى يلا عيد بكره ابراهيم وضعكم كذا طيب يلا تفضل مروك يا حسن اندونيسي ها قول كذا ايوه قول كذا يلا اسال اسال ايه؟ انا يا اخوي كذا شفتك في التلفزيون ابيك تجذبني بالمنتج ها المنتج ما اقول خليني اجيب المنتج لك طيب. يا اخوي لج... هرول 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 جيبه هرول جيبه هرول 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 يا حبيبي عطى دقيقتين دقيقتين يا ابو ناصر ايه هم حبوب ليه وانت ما انت محبوب انا محبوب بس اني رجع اسوي كذا حركه لك دبلوماسيه علشانك جالس وانس جنبك ابي انس الشيخ الشيخ لبه اي تفضل بردان ابوي اي والله الله يعين يا رجال شلونك هلا وغلا شيخ طيب مرحبا سريع اي سم شلونك؟ بخير جاك بخير الشيخ طيب الحمد لله الشيخ عليان خالي انا ادري انها عليان ادري بس انا بقول الشيخ الشيخ ابي هي يقول ها سم ليه وينك فيه؟ ابراهيم بكره اي طيب شو المشكله؟ خذ الطول نعم عليك اول شيء ميوت الميوت
هربل هربل روح يا مكر يجي هربل 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 عبب عشرة تعب عليان هربل يا عليان خذ يا عليان أحلى إله لبيه ونعم فيك وفيه وبمي أسمع يستاهلون شلونك؟ بخير بخير أبشرك شلون نفسيتك في القرية؟ أبشرك على العاب كيف تشوف الشيخة وكيف؟ ما هي شيخة لا شيخة في القرية هنا ما هي شيخة لكن بتجي شيختنا هنا إن شاء الله بيحكم فيها كله إن شاء الله كفك الطيب طال عمرك قاعد أشوف إيش يسوون العيال ثم أسوي كيف تسويقك؟ أنا شاري أرض لا ما أنا بالله دقيقة خذ راحتك لا أنا ماني بفصل له ثوب أنا ودي أشوف التسويق كيف عرفت؟ لا ما يحتاج أنت تجلس بس وأنا أفصل لك ثوب أنا أفصل لك ثوب سلام بتزف أنت شريك؟ إيه نعم طال عمرك مع من؟ مع مهذل بن مسفر ونعم مع لك سود بن نياب وستاح نعم فيك وفي كله سوام المنتج وشو؟ عطر طال عمرك متجر هزراف هزراف عطر عطر سواج طيب بعت بيع بنطلق ترى كذا كذا انا بجلس استابع ابيك تجذبني على خشم تفضل تبين طلع يجي الطيب ولا لا لا تجلى طيب عندنا صوت اجفا صوت عندنا طيب العطور كثيره ف ارحمك الله تفضل الاسواق كلها فيها عطور لكن فيها المميز المميز منها هذا عطر هزراف عطر اسمه سواج مكوناته وتركيباته جميلة جدا ثبوت ثبوتها 24 ساعة فوحان 24 ساعة يضمن لي يضمن لك وسلامه عندهم ضمان هم أصلا يضمن لك الشيء هذا الشيء الثاني للجنسين هو عطر هادي للجنسين اي نعم عطر هادي العبوة كم 75 ملي 75 ملي اي نعم طول السلامة في كود خصم خاص فينا أنا وأبو مسفر تصدق شفت إعلانك أنا ايه سلام طال عمرك عند النجم في نجم جاي يصورك تصدق من هو النجم اللي جاي يصورك اي من هو النجم يصور سلطان المري اي شو يسوي انت اي طال عمرك اي إيه كلمته وجاني علشان سلطان المري جاي لك ما بيك ليه بس يا اخي نغير سلطان المري سلطان يدعمون احييك الله يطول عمرك أحييك. الله يطول عمرك يا ابو مناح يا جماعه والله يستاهل صفقه الله يطول عمرك والله العظيم في 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 والله يا اخوي العزيز في ثقه في نفسك الحمد لله مو هو بقصور في اخوياك لا في ثقه في تسويق احاول اني ايش اشتت فكرك اقول ما بدك كمل لي ثبوت وكذا وكذا شغال معي توفيق الله سبحانه فأتمنى لك التوفيق آمين وإياك طال عمرك تطبطك العافية أتمنى لك التوفيق السلام عليكم أمناحي الأسلمي السلام عليكم هلا الحين الله حيا تأخرنا عليك بسبب ظرف طارئ نعم شفت مني نعم. هذا من متجر لعبه شيء بنطيبك طال عمرك طاب حظك طاب حظك طاب حظك العطر هذا اسمه فاموس طاب حظك بس بموجب الرشة ذي يعني علشان مخصوم لا علشان متأخر ظرف طارئ والإدارة عندها علم بالظرف طيب. وأنت عاد اللي تبغى تسوي شوف شوف العطر ده طيب هذا الاحتياجات متجر لها من بتبعك نعم هذا المنتج تبعنا لا لا تعال أبشر كيف الثبوت؟ الثبات من 24 ساعة إلى 48 ساعة أيوة. العطر 50 ملي فيه كود خصم 25% اس 20 وفيه برضه كود خصم الشريكه هزاع اس 21 25% العطر مكوناته الباتشولي والمسك العود في عود اي الله الله كويس كويس شتوي شتوي انا اقول ذاك اليوم قلت في الاعلان اللي لابس ثوب شتوي مشخص رايح الرسميات شبت نار يتعطل العطر هذا ما جاء في وجهي يا حبيبي شفت مني ويكفي الفخامه اللي يزيد الفخامه ان مالك المتجر مصرطه اجبري ونعم ونعم يستاهل يستاهل اشكرك بيض الله وجهك تفضل طبعا هذه ايش تحتاجها الحين ممكن تطلع لك على عشان الحين حمد حاشي ولا طلي ولا الحين ما راح اخذ سده داخل بالدتس انا اي
بس استثمار ولا داسة ندخلها هذه؟ انا بس قلت يلا يشتغل بس لا يضرب في الجدر ولا هنا ولا السواق يقول موتر بيطفي بنزين ومخلي فاضي وقال احنا دافين من عند ابوابه يدحدر ثم خذت الاف ثم اعطاه ثم طفت هنا طلعنا من البوابه ثم فصلنا سلك بطاريه ثم خلع ربك وقف وقف كيف كذا؟ بسم الله انت تقول متوتر من ابراهيم انا؟ لا والله ساعه تفاكير تفكر اي طيب ليش تتوتر اذا انت مقدم صح ولا لا؟ كيف؟ اذا انت مقدم نفسك ومقدم في الاسبوع ايه؟ ليش تتوتر؟ ان شاء الله ما في عليك خطر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كيف؟ اتوتر لهذا يا اخي يا اخي اقسم بالله يا اخي انا ما ادري اشوف الاسبوع انت وش رايك تتوتر ما تشوف يصير ولا ما يصير انت شاركت قبلنا ولا ما ادري عنكم؟ ما ادري عنا كيف؟ ما ادري تتوترون ولا يجيكم علم ولا الحمد لله يا اخي ما ودي اتكلم لان سكريبت الافضل يعني ما في توتر ما عندنا شيء ما عندنا خوف ما عندنا خوف حلو. ما عندكم خوف مره مره كفو 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 تستاهلون كفو كفو الله يقويكم الله يقويكم يجملكم يا رب العالمين يا سلطان يا سلطان ما بساكت سلطان يا سلطان ادري انا وش قلت له تبي اتكلم في الهواء يا اخي يا اخي يا سلطان هي تولي يا اسمع حبيبي شيخاتك تنتهي طيب من اليوم لا ما تقدر بس مهم اليوم يا حبيبي وقف يا حبيبي انا مقدم رجاء ونعم اي رجاء ونعم ونعم اقول من اليوم يمكن تصير من اليوم ليش ما تصير من اليوم لا انت شيخت اليوم لا والله ما تصير هذا العمده حاولوا غيرك واجروا والله العظيم اي والله حلو ما عندك علم حلو كويس جاكم فقرة كاش محور حلو اتمنى انكم تشوفون له حل ها اقصاد وشنو يا حبيبي أنا أتكلم شيختك من اليوم إلى نهايتها أتمنى أنها تتطور مو مثل ما أخذتها أتمنى أنك تقدر تسوي أنت بس وشو أنك تلغي شيختي اليوم لا أنا ما قلت ألغي شيختي أنت قلت تنتهي من اليوم يا جماعة تنتهي من اليوم الانتهاء يعني الغاء يا حبيبي أنا قلت شيختك من اليوم أنا ما قلت تنتهي أنت قلت تنتهي نطحت لها أنت قلت من اليوم وش أنا أقول لك من اليوم إلى نهاية الأسبوع أتمنى أنك تتطور أتمنى لا رجال كلامك اللي قبل تقول شيختك تنتهي اليوم انت قلت تنتهي قلت انت قلت تنتهي اذا حجرت لك وترجع في كلامك وتوظف مفردات ثانيه هذا الشيء ثاني وشيختي راح تستمر الى الاحد و شيخنا معصب هذه حقه رجال عارفه اي بعدي يقول ثلاث مرات وطول طيب حكم انه شيخ القريه طيب متوتر سم نبدا بالهاشتاج خش الهاشتاج خش خلينا نشوف الهاشتاج على اسمي يطلع والله اسمي ما طلع اسمه جابنا كامله يا ابا وعليكم السلام تعال 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 تعال, تعال يا ملاحي تعال لكن يا اخي مشكلتي احبك ما ادري ليش يا اخي ما راح الا دقيقه خلاص يا حياتي انت الله يطول عمرك طول عمرك تفضل انت الشيخ تفضل وينك؟ أنا هريجك وين أنت؟ تروح وين أنت؟ لا ما بعذر ما بعذر ما بعذر وينك؟ ما حسيت ما بعذر ما حسيت لو إني عذر عذرتك بس ما بعذر شفتوا؟ خلص اللي عندك شفتوا يا جماعة؟ خلص اللي عندك شفتوا يا جماعة؟ وش شفنا؟ ما قال خوي عذر أنا يوم أقول قبل شوي تنتهي قال هو تعلمت قلت تنتهي أنت وكلتني شفتوا؟ أنت وكلتني سبحان الله انصرني الله انت وكلتني انصرني ان كان تشوف هذا نصر ها وما عندك سالفه هذا نصر تشوفه مبروك خلاص مبروك تفضل عند علي الشمراني اتمنى علي الشمراني علي الشمراني خليني اعود محل لا 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 عند علي الشمراني ابيك عند علي الشمراني ليش؟ كذا مرتاح على ناحيه تفضل يا اخ علي ها؟ لا ما في خبث على ابو مناحي ما طلعت فاصل الحين صح؟ خله يا حبيبي وقف سلطان اي كلمه تفضل دقيقه طيب اسمع انا ما ادري منين ابدا معك ابدا من تاخيرك ولا ابدا من ارضك اللي انت خذيتها ولا ادري وينها فيه وين ارضك فيه؟ لا بدي صعد الموضوع لا ما لقى محلقتك انا الحين ابو مناحي اول حاجه ليه كذا؟ ليه؟
ترى انت اللي تاخرت علينا، احنا ما تاخرنا عليك. لحظة، الرجال موجود، لا صار غايب ردوا عنه، انت الحين اصبر 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 اسمع مني. لا ما تروح، انا جاي قبل فقرتي بعشر دقائق. بعشر دقائق الحين انت جاي قبل فقرتك بعشر دقائق إيه؟ بس متى جيت انا بعد فقرتك بعشرين دقيقة. لا هذا هجومي. حبيبي ارضك ويني. اول حاجة قولي نعيما. نعيمة؟ نعيما الله ينعم. اسمع وحاجز لك سرع وحساب مواصل بنقاط على فكرة مو ريالات. لا ما يحتاج. هذا حاجة. الحاجة الثانية انا سعيد بشوفتك الاسباب عدة. وش؟ اول حاجة لانه في ترابط بالاسماء. الله يسعدك. وانا سعيد جدا اليوم بتواجدك ومنور الدنيا. ثاني حاجة يا ابو مناحي يقولون مابطة منجا، عاد تبي تستخدمها لي ولا لك سواسي. اللهم صل على النبي. كل الكلام هذا الحلو وسام على صدري وافتخري بس ما ارض برضه. وين ارضك؟ ارضي خصم يقول ارضي. يا جماعه مناحي ذا ما في طب. اسمع ما في طب. اسمع مني. ان كان ارضك اللي بصدري فهي بقلبي، وكانها على ارض الواقع وين ما بغيت القريه لنا كلنا. يا حبيبي خل العود يمسي، خل العود يمسي. العود والله راقد ما درابي. انشدني وعمار والديكم والده ما يسمع. من يقول حبيبي؟ تفضل. كل الكلام ده ما يمشيش. ايوه من الاخر عطنا الكلام اللي يمشيش. اللي يمشي الكلام وارضك بيني. الارض ارضي والزمان زماني. لا يا حبيبي ماني بعدل هيفن، انا محمد بن احمد. هذا عدل هيف. ارجعوا على فكرة. ما يتح. على فكرة ارضي هذيك وراح تكون الجلسة هذه. لكن اسمع اسمع الحين ما خلص. اسمع دقيقة. هذا لو سمحت دقيقة لو سمحت. يلا اولا انا غير ذكرني بدا الزاوية. ما تملون انت من دا الزاوية. ما في اللهي. ما تملون انتم يا رجال. يا رجال خل الكليب على جنب يا اخوي. اسحب لك فرش تحطها في نص الساحه. ممنوع. ارض تجاريه هذه يا ابو. هذه تجاريه وهذيك سكنيه. لا والله قالوا ارجعوا على الزوار. حلو. بسم الله عليك. ايش قول ابوك؟ جاء خرفوش. الجلسه اللي في الزاويه تلغى. كنترول معي من اليوم الى يوم البرايم بالشمع الاحمر. بالشمع الاحمر. صبر. ارض فيها بالشمع الاحمر. احنا ايه؟ لو انك جاي بدري فرشناها لك بالورد الاحمر. الله انت دارس في دولة حبيبة شقيقة؟ دارس برا يعني؟ لا محلي. ارضك تقول في ذاك؟ بعدين بالمناسبة هذه وحكم الشباب المستمعين الموجودين هنا ادعوك لتدشينها الاسبوع القادم لاني راح انزل لاني راح اخذها من جديد. والله ثقه يا مهدل. كنترول عطنا معي كنترول. الحين الرجل يقول ان ايه تفضل. الحين الرجل يقول اخوي مناح يقول ارضه في الزاويه. ما شفت جلسه، ما شفت احياها، ما شفت سوى فيها اي شيء. والرجال واثق انه بيتعدى البرايم بيكمل. بقول لك شيء ابو مناحي، انت لا توجه كلامك هذا اللي يخصن لا توجه الكنترول، وجهه لي انا. بالنسبه للجلسه سبب تاخير تدشينه من الكنترول اللي تقول عنه، الكنترول اللي تقول عنه هو سبب تاخير التدشين. وبالنسبه مجهزين لكم مفاجاه الاسبوع القادم. ليش انا اتكلم؟ انا اخلي الايام تتكلم اللي قدام. رجان بس يكفي. رجان؟ انت عاد تتكلم قدام بس يكفي. ليش يكفي؟ بس لا بس تكفى يا مناحي بس. ليش؟ احتاج نسم. كنترول. تدري ليش احتاج نسم؟ لا كونك معي يقول فلاح القرقاح يقول كيف؟ الاكسجين نقصه مضر وفرس الحرب وفرس الحربي برا ما يفزع لي ونسيته. الوكاد ان كونك معي فحنا يعني فوق هام السحب والله ما له دخل. طيب خلصت؟ خذ زهير خذ. اي اولا
الإعداد والكنترول وإنهم سبب وإنهم وإنهم، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ما يقول عن الشيء ده، أنا أبي أجي أشغلهم، أدخل أدخل في مخهم، أدخل قول يا ولد أنا خذيت الأرض، بيجي الرجال الصبح يعقب، لا والله الأرض ما أحييتها. طيب بتفيدني إعداد؟ لا قال لي قل عطني اسم رجال نبي منكم اخذ الاجر رجال، اقول ترى عندي فلان عند طيب, طيب المسافه اللي بيني وبينك دقيقه، المسافه اللي بيني وبينك ما تستدعي رفع الصوت هذا، ولا عشان تسمع شباب البعيدين هذه بمشيها لك. واحد حاجه اثنين اسمعني، الله يرضى عليك انا ما بعد تميت عشان تقول حاجه اثنين لا يا كنترول، اول قرار لا 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 اصبر اصبر اصبر، صل على النبي صل على النبي صل على النبي يا ولد انت اسمع مني اسمع مني اسمع مني اسمع مني اسمع مني. بالنسبه للارض بالنسبه للارض حنا كنا اليومين اللي طافت شغالين مشغولين بجلسة أخونا هزاع، والجلسة نشطناها على الخفيف، كانت أمس جلسة عصرية كويسة، وهالحين الشباب جالسين يا أخوي. شوف زميلك هزاع، شوف زميلك هزاع شو مسوي، شوف زميلك هزاع أنا ما خلوني أسوي مثل هزاع، تدري ليش؟ تدري ليش؟ أشكرك أنا تشرفت بمعرفتك وأنا أتشرف. نايس تو ميت يو. وشو؟ نايس تو ميت يو، هذا مو عطر ولا وجبة يعني أي لاف يو تفضل أنا أحبك. كنترول ارض مناحي الاسلمي لا 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 حبيبي وش لا لا يا حبيبي اجلس يرضى عليك حبيبي يا كنترول ارض مناحي الاسلمي الرجال واثق انه بيكمل الاسبوع القادم هو ما يدري كلنا ما ندري ايش دخل ابو ايش فيها يا جماعه الرجال ده طيب انا يمكن ما قريته يمكن ما دريت ليش تكشفونه انتم ليش تكشفونه انتم تروح لابراهيم عشان ارض ما سوى شيء لا اله الا الله يستر عليك انت يا كنترول سجل عندك عقوبه مناحي الاسلمي مناحي الاسلمي ارضه الاسبوع القادم اذا كمل تنزل مزاد تنزل المزاد وياخذها رجال بلاش كذا بدون يدفع شيء الارضي ابو مناحي ما حيتها ابو مناحي دقيقه ما حيتها انت الحين تبي مني حجه صح تبين اتكلم لا لا اسمع مني لا اقول له لا الله لا وين عبد العزيز بن صقر وينه من شريكه مهدل وين هزاع حبيبي كل رجال ما هو بحاضر عند الحين يسجل اسمه يعطى محمد منصور تعال محمد بس تمسك الان خلاص انتهى الكلام طيب انت متاخر وحالتك حاله وارضك ما حياتها مناحي ملحم وش مشغلك انت ايه مناحي ومحمد ملحم خذ قلبي مناحي ليش انا ادري انه يوم قلت مناحي داخليا انت باقي لي كلام بالمناسبه هذه ادعوك الاسبوع القادم انت بعد ما ذاك محمد منصور بحياتك محمد منصور حنا قالوا حنا صارنا تونا ليش يستدعين محمد منصور البدش يقولون لا تبوك ولا تخاف انا ماشي بالطريق سيده انا خلاص خلاص يا مناحي تكبر خلاص خلاص كذا كثير نسحب هاشتاق نسحب ها لا بس احب اشوف وجهه الكريم الله يسعدك مرتاح انت شباب ايش رايكم 300 الواحد كلها ولا نقسمها ولا قسمها قسمها لا اله الا الله حمك الله ابو محمد هدي كلكم عليكم خصومات صح ولا لا؟ ها انا فارق بين خصومات انا لانك اكيد انك متعدي وين عدي؟ متعدي النظام لذلك تعدي النظام ما حتى نتعدى النظام لكن في خصومات ما ادري وين هي جايتهم معي ابو مناحي يا حبيبي انت تعالي تعالي بعد الهواء انت تحتاج الى جلسه بعد الهواء شو رايكم نقسمها على اثنين؟ 150 150 يلا 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 بسم الله هلا بيك
شام اللي تبي انت ايش تبي؟ ايش تبي انت؟ تبي كلها؟ ها؟ يلا ايش اسمه؟ سندي. وش سندي ده؟ الله يسعدك يا سندي. يلا 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 من سعيد الحظ؟ 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 أثبت أثبت الله يستاهل من ناحية الأشنبي. لا لا مية مية إيه إيه ليه ليه وراك 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 يا أخوي أنت قسم بالله العظيم يا مسلم اسحب في هواك هواك اسحب فيه يلا 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 نسحب 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 هذا مهذل تعال 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 وش تقول أنت نواف شو تقول؟ يا رجال مسك بالخير مرحبا مساك الله بالنور انا بقول كذا ما تقول وقف وقف مو بحاضر كفو كلهم كفو لكن لا لا اللي هو بحاضر هو بحاضر كانهم من المحرومين يستاهلون يلا قول وقف وقف شو مسوي انت الدنيا؟ ايش فيك انت متواثق انت متواثق؟ علي الشمراني ساهل ايش فيك انت؟ اشكرك ابو بشر انت بيض الله وجهك مرحبا بك مليون يلا 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 كل اساميكم موجوده ليه؟ انتم نجوم كلكم نجوم لكن احنا نتكلم على وقف دقيقة 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 يلا 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 على خشمي في ديتك على خشمي تبي أحدث شيء أحدث شيء ولا تزعل أحدث شيء معي هذا أحدث شيء طلعت من لا حول ولا قوة إلا مو بحاضر كان موجود والله كان موجود كان موجود اي والله مستاذن اي والله مستاذن ويستاهل وازع مستاهل طيب لا بديتك ثلاثة والله لو ودي انا كان ودي يعطيكم رجالا منكم تستاهلون لكن القادم افضل واجمل الان مع نهاية الفقرة يا باغي الخير اقبل بادر قبل ان تغادر قدم الى اخرتك حاول تقدم لنفسك حاول انك تكفل يتيم مدى الحياة واجعلها خافية بينك وبين الله لعلها تحول بينك وبين ذنب مسويه ولا مرتكب لك شيء بينك وبين نفسك ما تدري به لعل الله يدفع بلا عنك فعلى حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فهنا يالك يا من بادرت بينك وبين نفسك يا من أردت جوار الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في معنى الحديث أنا وكافل اليتيم ك ف نسعى حن وياكم إلى إن شاء الله تكفيل هذا الوقف وقف اليتيم في منطقة عمود لا أنا والله العظيم دارنا في عمود وجيزان وأدري وأدري بس أنا لي نية يا جماعة ينطحون حب للخير يا أبو مناح حب للخير أنا من هذا المنطلق أعلن تبرعي باسم هذا الرجل كله الله يبيض وجهك في هذا الوقت الله يبيض وجهك ابو مناحي وتستاهلون الله يبيض وجهك تستاهلون الله يكتب اجرك تستاهلون تستاهلون الله يطول عمرك يكتب اجرك وصلنا وياكم الى ختام هذه الفقره اتمنى اني
قدمت نفسي بالشكل اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضيكم، واتمنى ان كنت خفيف لطيف عليكم. ان بدر قصور فمن نفسي ومن الشيطان، وان حصل وفاء وكما فمن الله سبحانه وتعالى. او استودع لكم الله يا الربع، استودع لك ابا قلبك الله يجعل. سلام في المبتدا تسليم للعموم، حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. سلام في المبتدا تسليم للعموم، حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. في الواقع ام النجاح والاسم ما ينغوي، صبر وكفاح يجتازه المعنوي، مزيج صبر وكفاح يجتازه.